حلويات غرناطة لصناعة الحلويات الشرقية والغربية. تأسست عام 1996 لتكون الأولى لكل روادها. بمعمل مجهز وثلاثة فروع انطلقت المسيرة لإنتاج أصناف فاخرة بجودة عالية. حلويات بمختلف الأنواع والمكونات لتلبي تطلعات عملائها. عصائر طبيعية وإفطار صباحي. نوفر خدمة البطاقة المصرفية بنفس سعر الكاش. كما يوجد لدينا خدمات التوصيل وتلبية طلبيات المناسبات والبوفيه المفتوح. للحجز أو الاستفسار الاتصال عبر الأرقام التالية: فرع تاجورا بجانب تاج مول 091-840-66-91، فرع تاجورا بجانب جزيرة 25 فبراير 021-940-045، فرع حي دمشق بجانب قصور الضيافة 091-940-055، وأيضا فرع بمدينة مسلاتة. كما توجد غرف خاصة بالعائلات. غرناطة، الفرح عليك والحلو علينا. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجورا غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية: 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار. أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سفرتنا، معكم إيهاب بن رجب. رجعنا لكم بحلقة جديدة بوصفات جديدة سهلة وبسيطة زي ما عودناكم دائما. حلقتنا اليوم حتكون حلقة مميزة جدا للناس اللي مثلا تصر في الليل على أفلام، أو مثلا حابين يديروا حاجات خفيفة، مليتهم البيتزا، مليتهم من الوصفات التقليدية. اليوم راح نديروا نوع من المشقشقات أو من الوصفات، أو خلينا نقولوا من السندوتشات الجميلة جدا، حتكون مناسبة للمة العيلة أو لمة الأسرة، عازمين حد مثلا، ممكن تمشي حتى غداء خفيف. حنديروا اليوم مع بعضنا تورتيلا بالجمبري، طبعا وصفة مكسيكية تقليدية حنديرها مع بعضنا، وراح نديروا احنا مع بعضنا عجينة التورتيلا السهلة والبسيطة، وحنديروا مع بعضنا أيضا حلو مكسيكي، حيكون عندنا كساديات العنب، نوع من الحلويات الجميلة السهلة البسيطة. أحب نذكركم أحبائي الكرام أن احنا على الهواء مباشرة. للتواصل معنا راسلونا عبر الأرقام عبر الشاشة 021-360-0101 021-360-0102 021-360-0103. واللي خارج الدولة ممكن تتواصلوا معنا عبر أرقام الفايبر. ايضا احبائي الكرام نحب نذكركم بالمسابقه يلي مقدمه من حلويات غرناطه. كل ما عليكم الاشتراك في السحب، لايك وشير وتعليق على حلقتنا متاع اليوم حتى تخشوا معنا في السحب، وراح يتم الاعلان على اسم الفائز او الفائزه في بدايه كل حلقه. راح نشوف مع بعضنا احبائي الكرام من سعيد الحظ او سعيده الحظ يلي ربحوا معنا في الحلقه الماضيه. الاسماء امامكم مشاهدينا الكرام تظهر بشكل عشوائي. شوفوا بعضنا السحب مين يلي ربح معنا، بسم الله توكلنا على الله. شوفوا بعضنا الاسامي مشاهدينا الكرام. ازدهار ألف ألف مبروك، فزت معنا ببطاقة كوبون مقدمة من حلويات غرناطة. كل ما عليك إن كنت تستلميها من أحد الفروع فرع حي دمشق أو فرع تاجورا أو فرع مسلاتة. ألف ألف مبروك أخت ازدهار، مبروك. وطبعا لو حابين تفوز زي الأخت ازدهار كل ما عليكم ديروا لايك وشير وتعليق على حلقتنا متاع اليوم حتى تخشوا معنا في السحب، ورح يتم الإعلان على اسم الفائز أو الفائزة في بداية كل حلقة.
طيب مشاهدينا الكرام رح نبدأ بالوصفة متاعتنا اللي هي التورتيلا المكسيكية. شوفوا بعضنا المكونات على الشاشة حتى نطبقوها مع بعضنا. بالنسبة للتورتيلا المكسيكية نحتاج للعجينة 1 كوب من المية، 1 كوب من الدقيق، رشة ملح، ملعقة كبيرة من الزيت. أما بالنسبة للحشو نحتاج إلى جمبري جامبو، وممكن تدورها بالدجاج على فكرة أو الحم زي ما انتم حابين، حبة بصل مفرومة ناعم، فلفل حار، وأيضا نحتاج إلى حوالي فص من الثوم المهروس، ملح، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة من البابريكا، ملعقة صغيرة من البصل البودرة، وعصرة ليمونة. للتقديم هي طبعا اختياريات، ما تقيدوش نفسكم مشاهدين الكرام، ممكن تقدموا معها جبنة شيدر، ممكن أفوكادو لو توفر، ممكن جبنة كريمي، كزبر أخضر، ممكن تشيبس زي هو المكسيكي المعروف مثلثات حتى هو. انتم مش تحبوا تقدموا مع السندوتشات ممكن تقدموا بكل سهولة. اول خطوة حنديرها مشاهدينا الكرام، راح نجيب 1 كوب من المية راح نحطها على النار. بسم الله. اوكي، اول ما حطينا المية فورا بننزل عليهم رشة الملح، والمفروض ان احنا نبون نخلو المية بضعة من الدقائق لين المية توصل لدرجة الغليان. ممكن نجيبوا ملعقة حنقلبوا المية لين المية تغلي، يعني لازم المية عندنا احنا هنا تغلي او توصل لدرجة الغليان باش نقدر ننزل عليها الدقيق. شايفين فكرة العصيدة؟ نفس الفكرة بالضبط. اول ما غلت المية او وصلت للغليان عندنا احنا هنا، خليني نلبس جلافز باش نقدر نشتغل بكل أريحية. لازم المية تغلي، هذا شيء مهم جدا، باش المية لما تغلي تقتل لي الجلوتين الموجود في الدقيق. فورا حننزل عليهم 1 كوب من الدقيق وبنقلبه توا، اللي هو الدقيق والمية، حنقلبه لين الدقيق يشرب كل المية الموجودة عندنا احنا هنا بهذا الشكل. النار عالية نشتغلوا بها عادي جدا، ونقعد نقلبه بهذا الشكل. شايفين كيف القوام يكون عندنا احنا هنا؟ هذا هو القوام المطلوب. اول ما وصلت للقوام هذا وتاكدنا ما عادش فيه سوائل خلاص، والعجينه ولت عندي بهذا الشكل، راح نطفوا عليها النار. ممكن نجيب قطعه من ورقه الزبده نحطها على الكاونتر بس نحطوا فيها العجينة، نخلوها كيف جنبنا. طبعا نحط العجينة على الكاونتر نبوها كي تبرد، يعني شوية دقايق تبرد عندنا العجينة. هي الخطوة مهمة جدا، لازم احنا طوى بنبردوا العجينة بهذا الشكل، نخلوها بالطريقة هي لين تبرد عندنا العجينة وراح نرجع لها. توا ما بين ما تبرد عندنا العجينة راح نبدأ بتجهيز الحشوة متاعنا. الحشوة بسيطة جدا، بنجيب هيك، يفضل تكون طنجرة عميقة شوية، بنحط فيها حوالي ملعقتين من الزيت، تمام، وعندنا البصل، وعندنا التومة، وعندنا الفلفل الحار، كلهم مع بعضهم ننزلوهم، تمام، وعندنا شوية شطة مجروشة حتى نحطوها،
شوية البابريكا حتى هي، شوية الكمون، كل بهاراتك ينزلوها شبه على البارد يعني، شوية بصل البودرة، وأنا عندي بصل بودرة هنا متبل فجميل جدا طعمه. نحطوهم مكونات كلها مع بعضها ونعطوهم تقليبة بسيطة بهذا الشكل لين تتحمر وتاخذ لون لطيف. هيك نقول ان هذه زي الحشوة اللي مفروض نشتغلوا بها. تو رح نبدا بتجهيز العجينة بتاعتنا. ما خلينا نحوهم شوي على جنب بس نقدر نشتغلوا بكل أريحية. نحو مثلا هما بهذا الشكل، نجيبوا عجينتنا حتى ما يكون نحوهم. هذه العجينة شايفين بردت تماما، حطوها على الكاونتر توطول خلاص. طبعا نبي ننزل عليها شوية الزيت، طبعا حوالي ملعقة بس من الزيت مش أكتر، ونبو نبدو نعجنه فيها بهذا الشكل. لازم نعجنوها كويس، عجينتنا قوامها دافي شوية لين تبدأ ناعمة، لين نبو العجينة يكون قوامها ناعم. تمام. بعد ما نعجنت ولت العجينة شايفين كيف قوامها سوفت على الآخر يعني، وهذا السبب إن إحنا طبعا حطيناها على النار فولت عندنا العجينة بالكيفية هذه. أهم شيء نقعد هيك نعجنوا فيها كويس بس تحصل على الملمس اللطيف اللي إحنا نبوه، وتبدأ عندنا التورتيلا تدوب في الفم يعني، تبدأ الخبزة يعني ناعمة على الآخر. المفروض إحنا بنقسمه العجينة لأربع قطع. ملاحظة ان الكيال هذا يدير لكم حوالي اربع قطع فنقصوهم بهذا الشكل. ما ننسوش نقلبوا البصل والخضرة يلي ضفناها، نبواكي تدبل وتاخذ كيلو لطيف. طب ناخذ كل كورة نعطوها شكل قرص بهذا الشكل. بخلوك حتى ترتاح شوية. طب بنزل الجمبري على البصل والفلفل ونقلبوه حتى ياخذك تحميرة وطعم من البهارات اللي ضفناها. طبعا شايفين كيف الخضرة كيف ولت، كذلك الجمبري حتى هو انا نحيت من القشر متاعه ونظفته لانه بحطوه في سندوتشات، فهذا علشان قشرناه. يفضل يكون جامبو بس ما يدوبش منكم من الجمبري، يعني يحتاج ممكن 3 دقائق والجمبري عندنا يطيب ما ياخذش منكم وقت في الفرن. توا رح نبدو بتجهيز الخبز متاعنا. هنجيبو الطاوة نحطوها على النار، وشوية دقيق، رشة بسيطة من الدقيق، وناخذ أول مثلا قرص حتى نضع شوية دقيق، ورح نفردوه على شكل دائري وتكون رقيقة شوية، يعني الدائرة نحاول احنا نخلوها رقيقة شوية. وبهدوء يعني احنا توا قاعدين نفردو في التورتيلا متاعنا بكل هدوء، فهذا شيء نحاول احنا نركزوا فيه شوية. ناخدو معنا اول اتصال في حلقتنا اليوم، الأخت أم أحمد من طرابلس. ألو، السلام عليكم. ألو 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 أختي أم أحمد، مساك طيب.
ايوه. نهارك طيب، مساك طيب اختي ام احمد. كيف حالك؟ الله يعطيك الصحه. الحمد لله في نعمه. تسلمي، بارك الله فيك اختي، الله يفتح عليك، مشكوره، شكرا لحضرتك. بارك الله فيك انت. انا فضلك. جربت الكعك الحلو ما شاء الله اطلع. بارك الله فيك، صحتين بالعافيه. بالعافيه عليك ان شاء الله. نبي طريقه يا شيف الكوكوبرنج، نوع من الحلويات. ايه تبيب الشوكولاته؟ ايه اللي زوز طبقات مغلف بالشوكولاته. تمام ان شاء الله. راح نديروا ان شاء الله طريقه صلصه البيتزا اللي تجي علب، زي العلب واسيه. تمام، حتى هي نسميها لك توا حتى هي. تمام، وصفة ثانية؟ إن شاء الله. عين. وصفة ثانية. بارك الله فيك. في تبارك الله. بالنسبة للكوكو برنج استنين الحلقات الجاية، يفضل أن ندير على الهواء خير، باش حتى تشوفي طريقة البيتزا وهيك يطلع أحسن يعني. أما صلصة البيتزا راح نسميها لك توا بإذن الله. والكوكو برنج إن شاء الله في الحلقات الجاية، إن شاء الله الحلقة الجاية راح نديروه بإذن الله على الهواء. الله يفتح عليك أختي أم أحمد، شكرا على مداخلتك الطيبة، شكرا لحضرتك. تمام، احنا توا قاعدين نرقوا في العجينة، لازم تكون تورتيلا رقيقة شوية. ناخذ معنا اتصال من خونا علي، يبدو انقطع معنا الاتصال. تمام، نتمنى من أخي علي يرجع يتواصل معنا. احنا توا بعد ما رققنا العجينة بهذا الشكل ولت عندنا رقيقة خلاص، بناخدوها بنحطوها على الطاوة بهذا الشكل. معنا اتصال شباب، الأخت مريم من الخمس. ألو، السلام عليكم أخت مريم. يبدو أيضا انقطع معنا الاتصال، نتمنى من أخت مريم ترجع تتواصل معنا. طحينا حطينا التورتيلا هنا الأول على النار، توا بنجيب صحن أو بولة وراح نحط فيه الشريمب او الجمبري اللي حمرناه مع الخضره. راح روايح خرافه قاعده طالع من هنا، راح نحطهم في الصحن بهذا الشكل. كل الكميه بنزلوها، الخضره حتى هي نزلوها بالشكل هذا وهي قاعده سخونه. شايفين الجمبري كيف لونه وهي قاعده الخلطه هي سخونه؟ شو راح ننزله؟ بنزله كزبر اخضر، خليك شويه للزينه، طماطم ونحو منها البذور باش ما يقرصش في سندوتش، شويه زيتون مخلي بدون عظم نحطوه، بنزوده شويه كمون ونحط عصره ليمونه. وناخذ معنا اتصال من الاخت مريم. الو، السلام عليكم أختي مريم. أختي مريم معنا على الهواء، يبدو أن انقطع معنا الاتصال. راح نعصر الليمون على الخلطة الجميلة هي. بنزود شوية الكمون. تمام، توا خلينا نقلب التورتيلا اللي عندنا هنا، نعطيها الوجه الثاني. ممكن انا احط على الغاز هذا افضل. توا راح تنتفخ منكم، شايفين كيف قاعده تنتفخ؟ لازم تنتفخ بهذا الشكل، مش عارف لو تبان عندكم او لا. نبو توا التورتيلا تنتفخ النفخه هي لين حتى من النص تنتفخ، بس بعدها نتاكدوا انها طابت. توا هنا راح نقلبه الخلطة العجيبة هي، روايح غريبة قاعدة تطلع من الخلطة عندنا احنا هنا. شوية بابريكا بنضيفوهم حتى هم عليهم. طبعا البابريكا ما هيش حارة وبنقلبوها. الجمبري مع الليمون مع الزيتون مع كل هالخلطة هي جميلة جدا في التورتيلا. مشاهدينا الكرام، ممكن تمشوا بنفس الخطوة بالدجاج أو باللحم زي ما أنتم حابين، يعني ما تقيدوش نفسكم ببروتين معين. هنعطيكي قلبة للتورتيلا، نقعدكي نقلبوا فيها لين تاخذكي تحميرة لطيفة.
حنيته هي بعد ما تبلناها بنخلوها على جنب بس نفردو العجينة الثانية أو قطعة الرغيف الثانية نفس الفكرة وحاولوا وانتم تفردوا في العجينة افردوها برفق شوية لأنها بتنسوش إن العجينة يعني على النار كانت فالعجينة شوية سوفت أو هلبة سوفت يعني هلبة ناعمة فإحنا نحاول إن إحنا نفردوها بهدوء شوية باش ما تتشركش منكم رجعت معنا شباب الأخت مريم آه تمام حنقعد نفرد في العجينة بهذا الشكل لازم تكون رقيقة قدر المستطاع رققوا عجينتنا وشوية دقيق حتى هو باش يساعدنا في الشغل ما تحطوش نشار دوبالكم افردوها بالدقيق مش بنشار هنا طبعا تحمرت شايفين لون التورتيلا كيف شفتك قاعدة تنتفخ لازم تنتفخ عندنا بهذا الشكل كل ما تنتفخ معناها احنا ماشيين صح لو ما تفخدش معناها العجينة عندكم مازال مش طايبة تمام تو احنا هنا المفروض نجيبوا صحن شباب باش نحطوا فيها الخبز التورتيلا وحطوا فيها تحت ورقة زبدة شايفين هذه هي التورتيلا متاعتنا تكون بهذا الشكل ونغطوها مباشرة باش نبوش الهواء يطلع منها يعني لو طلع منها الهواء راح تجف عندكم نحطوا الطبقة الثانية أو الرغيف الثاني من الخبز على النار نخلوها شوية على جنب ونجيبوا ثالث واحدة نفس الفكرة بالضبط على فكرة ممكن هذه تمشي خبزة شاورما لو أنتم حابين يعني عادي يديروها خبزة شاورما مش شرط يعني تورتيلا مكسيكية نفردوا عجينتنا حتى من هنا نتأكدوا لازم من هنا نفردوها باش تجي كلها نفس السمك نعاودوا نقلبوها بالشكل هواء وشوية دقيق ونفردوا في العجينة نبوها تكون رقيقة باش تنتفخ معنا ونوصلوا على التورتيلا نفس اللي يبيعوها في السوبر ماركت بأسعار خرافية والعجينة على ما أعتقد سهلة جدا بكوب واحد نديروا أربعة دويرات أو أربعة رغيف من التورتيلا تمام احنا نفس الفكره نعطوها كي قلبه اول ما نقلبوها فورا راح تنتفخ معكم شايفين لازم تنتفخ بهذا الشكل لما تنتفخ معناها احنا ماشيين صح والتورتيلا قاعده تطيب لازم التورتيلا تاخذ النفخه هي باش تطيب كويس تمام خلاص حيطوا نحوها هي خلاص ونحطه يلي بعدها وهي رجعوها نحطوها على الصحن ناخدوا آخر واحدة معنا لليوم ونفردوها بهذا الشكل الدقيق مهم جدا باش يساعدنا في الشغل نحاول احنا نحطوا لها دقيق باش التورتيلا تزبط معنا كذلك هنا شوية نبوها تكون رقيقة على الآخر تمام راح نقلبوها هي شايفين أول ما قلبناها فورا بدت تنتفخ
فورم تاخذ شكل النفخه الموجوده. شايفين كيف تنفخ معنا؟ شايفين النفخه اللي هنا؟ شايفين؟ نحاول احنا نخلوها تنفخ من جميع الاتجاهات. بتبدا التورتيلا بتاعنا طايبه، شايفين النفخه اللي هنا حتى هي. تمام، اعتقد هي ولا جاهزه. حاولوا ما تحمروهاش هلبة لان مازال فيها رجعه ثانيه على النار. تمام، ناخذوها هي ونحطوها حتى هي. دقيق ماش محتاجينها. نحاول احنا نتخلصوا من الدقيقة اللي زاد عندنا احنا هنا. نرجع توا للخلطة، نحطوها قدامنا لأن حيكون هي فيها الشغل. خلينا نقلب التورتيلا متاعنا كذلك. هذه ماش محتاجين، ونحاول احنا نفضوا شوي الكاونتر بس نقدروا نشتغلوا. تمام، تو احنا عندنا الخلطة ولت جاهزة، وآخر قطعة من التورتيلا حتى هي ولت عندنا جاهزة بهذا الشكل. تو راح نجيب الخبز اللي أنا طيبته من بكري قدامكم، حنجيبوهم حتى هما ونحطوهم بهذا الشكل. هذا خبز التورتيلا بتاعنا، شايفين كيف يعني قوامه؟ خبز جميل جدا وتحضيره بسيط. شايفين كيف الخبز بتاعنا احنا هنا؟ يعني مهما نقول لكم قداش الخبزه ناجحه، حاجه خرافيه، لازم ما تجربوها. توا بنديروا التورتيلا كيف بنحشوها على الطريقه المكسيكيه، وصفه بسيطه جدا ممكن نديروها بكل سهوله. حنجيب تواني اول حاجه واحد رغيف مثلا من الخبز التورتيلا بتاعنا، بنحط فيه جبنه كريمي اي نوع انتم تحبوه ممكن تضيفوه. حنحط هيك شويه جبنه كريمي، هيك شويه نحطه مثلا جبنه كريمي. ناخذ معنا الاخت مريم من الخمس، السلام عليكم. وعلى الجبنه نحط شويه الكسبر او المعدنوس. مثل المقادير يطول عشاشه. اختي مريم نهارك طيب. ايوه يا شيخ، اسعد الله مساك. ايوه ابن المقادير قلت لك نبيه لما تقعدون على الشاشه، نبيه يطول شويه ان شاء الله باذن الله. حاضر، راح نخلي الشباب ان شاء الله يبدوا يطولوهم اكثر. اليوم ديما ونبي طريقه البسطي، طريقه البيتزا. حاضر، طريقه البيتزا العجينه. ايه حاضر، راح نسميها لك ان شاء الله باذن الله. اي وصفه ثانيه حابه يا اختي اخت مريم؟ والكيكه. الكيكه ولا والعجينه؟ تمام، عجينه البيتزا ان شاء الله باذن الله. حاضر، راح نسميهم لك. راح نسميهم لك بعد المكالمه باذن الله ان شاء الله. شكرا، شكرا على مشاركتك الطيبه، الله يفتح عليك، مشكوره، شكرا لك. فاحنا حطينا جبنه شيدر، حطينا الحركات اللي انتم تحبوها. راح ناخذ توا التورتيلا اللي هي الجميله، بنعطوها هيك شكل تاكو ونضغطوا شويه وبناخذوها وبنحطوها على النار. لكن باقي تاخذ تحميره بسيطه. ناخذ القطعه الثانيه من التورتيلا ونفس الفكره بالضبط راح نديروها. شويه الجبن الكريمي، نفردوا جبنة الكريمة بهذا الشكل. شوية الكسبر أو المعدنوس. شوية الحشوة المكسيكية اللي حطيناها بالجمبري والزيتون والطماطم، يعني النكهات اللي أنتم حابينها ممكن تضيفوها.
وطبعا اكيد حنختموها بشويه تشيدر من فوق، تعطي هيك نكهات مع الجمبري وشويه التشيبس الدوريتوس اللي عندنا او اي نوع مثلثات يكون مكسيكي، ونرجع هنا نسكروها بهذا الشكل ونحطوها على النار. لكن خلينا نشوف توا اول قطعه شو صار فيها وبعدين نمشي الفاصل، مش حتى نوروها للمشاهدين يعني كيف اول تحميره. انا في اداه مفروض تساعد. اوكي لقيناها، رح ناخذه بسم الله اول واحده ونقعد نضغطه ونبوها هيك تاخذ تحميره بسيطه وفي نفس الوقت يعني تبدا كفايه النكهات والجبنه تدوب. اي حاجه تطلع برا نرجع نسكروها ونحطه توا القطعة الثانية ونخلوهم على النار لين ياخذوا هيك تحميرة بسيطة. رح نمشي لفاصل قصير مشاهدينا الكرام وبعدها رح نرجع لكم باش نكمل بعض وصفتنا. عندنا طبعا الوصفة الثانية هي نوع من الحلويات اللي هي الكسادية العنب، وكذلك رح نسمي وصفة الكيك اللي طلبتها الأخت مريم، وكذلك وصفة البيتزا، وبإذن الله حتى الكوكو برنج. رح نمشي لفاصل قصير وراجع لكم. حلويات غرناطة لصناعة الحلويات الشرقية والغربية، تأسست عام 1996 لتكون الأولى لكل روادها. بمعمل مجهز وثلاثة فروع انطلقت المسيرة لإنتاج أصناف فاخرة بجودة عالية، حلويات بمختلف الأنواع والمكونات لتلبي تطلعات عملائها، عصائر طبيعية وإفطار صباحي. نوفر خدمة البطاقة المصرفية بنفس سعر الكاش، كما يوجد لدينا خدمات التوصيل وتلبيه طلبيات المناسبات والبوفيه المفتوح. للحجز أو الاستفسار الاتصال عبر الأرقام التالية: فرع تاجورا بجانب تاج مول 091 840 66 91، فرع تاجورا بجانب جزيرة 25 فبراير 021 940 0045، فرع حي دمشق بجانب قصور الضيافة 091 940 0055، وأيضا فرع بمدينة مسلاتة. كما توجد غرف خاصة بالعائلات. غرناطة، الفرح عليك والحلو علينا. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجورا غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية: 091 810 0030 091 810 0040. الدوفان، فن صناعة الآثار. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام بعد الفاصل، إن شاء الله غير ما نكونوش عطلنا عليكم. طبعاً شايفين الجبنة كيف قاعدة تسيح، راح نحطوا توا القطعة الثانية من الثالثة من التورتيلا المكسيكية، كذلك هذه نعطوها تقليبة بسيطة. طبعاً
ممكن تاكلوها بهذا الشكل لو حابين. شايفين كيف الحشوة الموجودة في التورتيلا متاعنا، أو ممكن قصوها مثلثات زي ما أنتم ما تحبوا أحباء الكرام. ممكن تتناولوا الخبز متاعكم أو سندوتشات متاعتكم. هنتوا نبو مكونات التورتيلا على الشاشة حتى اللي فتاتا يدها موجودة عندها يديرها سكرين شوت. هذه مكونات الخبز التورتيلا على الهواء، التورتيلا المكسيكية. المكونات على الهواء مشاهدينا الكرام، للتورتيلا المكسيكية نحتاج العجينة 1 كوب من الدقيق، عليهم 1 كوب من المية، عليهم رشة ملح، ملعقة كبيرة من الزيت. أما الحشوة عندنا جمبري جامبو أو ممكن الدجاج أو اللحم المتوفر عندكم، وعندنا حبة بصل مفروم ناعم، فلفل حار أحمر، وكذلك عندنا ثوم، عندنا ملح، عندنا ملعقة من الكمون، ملعقة من البابريكا، ملعقة من البصل بودرة، وعصرة ليمونة. هذه مكونات التورتيلا المكسيكية. أما للتقديم جبنة شيدر، أفوكادو لو توفر عندكم، ممكن جبنة كريمي، كزبر أخضر، تشيبس المكسيكي، المثلثات أو بطاطا لو حابين ممكن تقلوها وتضيفوها. عندكم الحرية التامة في الاختيار المكون اللي حابين تقدموه معكم. وصفة عارفين انك تتفرجوا مثلا على موفي معين أو فيلم معين، ممكن تديروها حاجة كي جميلة جدا، وإحنا درناها الخبز بروحنا يعني. هذه بالنسبة للتورتيلا. تو راح نديروا وصفة الحلو اللي هي حتكون ايضا وصفه مكسيكيه. هنديروا مع بعضنا كاساديا العنب. شوف مع بعض المكونات على الشاشه. مكونات الكاساديا العنب نحتاج الى، والوصفه جميله جدا على فكره ولازم تجربوها، عندنا 1 كوب من عصير العنب، عندنا عندنا كوب من الحليب، ممكن يا جماعة كنترول كرروا العصير العنب. عندنا 1 كوب من عصير العنب، 1 كوب من الحليب، عندنا 4 ملاعق كبيرة من الكاكاو محلى، يكون كاكاو محلى، عندنا 2 ملاعق كبيرة من النشي، عندنا حوالي 3 ألواح من الشوكولاتة أو لوحين، أنتم شو حابين الشوكولاتة اللي حابينها، وعندنا بسكويت زبدة للتقديم. حابين تجربوا البسكوتي باهي ممكن تضيفوا عليها بدل البسكوتي، ممكن تديروا حوالي ملعقة من السكر اختيار. يعني باش نضيف أنا بسكوتي ضفت ملعقة من السكر. أول حاجة حنجيبوا احنا توا، ممكن نحتاج لي ويسك في الخطوة هي، حنجيبوا 1 كوب من العصير العنب، وكل ما يكون عصير عنب كويس المنتج متاعه كل ما حصلتوا على الوصفة أجمل يعني. هنحطوا العصير العنب متاعنا، نحطوا السكر، نحطوا النشا، طبعاً إذا حطينا إحنا توهنا النشا نقلبوه مع العصير العنب، نحطوا الكاكاو المحلى، أنا استخدمت عصير عنب من غير السكر فهذا علاش ضفت له السكر زدت حليته. طيب نحطه الحليب، اوكي بهذا الشكل حطينا الحليب بتاعنا، وتوا نحط الخليط كله على النار. حاجة مكسيكية معروفة جدا وطعمها يعني خيالي، يعني بجديات طعمها تحفة فوق ما تتصوروا. ممكن احتاج الأرواح ألواح الشوكولاتة، هما مش محتاجينهم. ممكن نجيب الكاسات اللي حنقدم فيها الكاسادية، تمام. حنقلبوا توا المكونات اللي هي عصير العنب والحليب الكاكاو النشا والسكر، كل مكونات هي هنقلبوها مع بعضها على النار لين توصل لدرجة الغليان. راح نسمي توا صلصة البيتزا نفس اللي في العلب،
تحتاج لي حوالي، نحتاج إلى 6 حبة كبيرة من الطماطم، تمام؟ وعليهم زوز فصوص من التومة، ربطة حبق ما فيها الزعتر، ربطة حبق، ورشة ملح، ورشة فلفل أسود، ورشة سكر، والسكر مهم جدا في صلصة البيتزا. أول حاجة نبغى ناخذ طماطم ندير لها حرف زايد، عندكم هنا خيارين. الخيار الأول ناخذ طماطم ندير لها حرف زايد ونحطوها في مية مغلية لمدة 3 دقائق بعدين نقيمها ونقشروها، أو الطماطم نفسها تشدوها زي ما هي وابشروها بشر وتخلصوا من القشرة، تمام؟ خلينا نقوله 6 طماطم حب، 6 حبة من الطماطم مبشورات بدون القشرة، بعدين نفرم عليهم بصل ناعم، عفوا ربطة حبق ناعمة، ونحطوها في الفود بروسيسور يفضل أو في ست البيت بس الحبق عندنا يذوب تماما، ونضيفوا عليهم حتى هي التومة، نحطوهم على النار، نخلوهم على النار متوسطة لين يغلوا، بعدين نضيفوا عليهم حوالي زوز ملاعق كبيرة من الزيت، وعليهم طبعا البهارات اللي هي الملح فلفل أسود والسكر، سكر متعرش بس من السكر، ولو عندكم طماطم لونها باهت ممكن تضيفوا عليها حوالي ملعقة صغيرة من طماطم الحكر. نقعد نقلبوا فيهم على النار لين يوصل درجة الغليان، نقصوا عليها النار، خلوا بتاعك ربع ساعة لين تتشحر الصلصة بتاعتنا وتبدأ عندكم صلصة البيتزا جاهزة، وممكن بعدين تفوحوها بزعتر اختياري، لكن عادة صلصة إيطالية من غير زعتر يدولها في الأوريغانو والأحباق. الأوريغانو هو مش الزعتر، هو اعتقد اسمه بالعربي المردقوش يعني، وموجود في العطار. اما بالنسبه للباستي هو الكيك العادي، خلينا نسموه الكيك متاع كل يوم، نحتاج لحوالي 4 حبة من البيض. طبعا الباستي كيالا سهل، 4 3 2 1، شنو هما بالضبط؟ نحتاج لي 4 بيض، نحتاج لي 3 اكواب من الزبده، 3 اكواب من الدقيق، عليهم زوز اكواب من الحليب، عليهم كوب من الزيت، وظرف من البيكنج باودر، وكوب من السكر. هذه هي مكونات الباستي العادي. اول شيء بناخذ 4 حبه من البيض بنحطوهم في الصحن، ممكن نضرب نحركوهم بالمضرب هواء اللي هو الويسك عادي. راح نقلبوا البيض مع 1 كوب من السكر، 4 حبة كبيرة من البيض عليهم 1 كوب من السكر، نقلبوهم مع بعضهم، نضيفوا عليهم الفانيليا، نضيفوا عليهم كوب من الزيت، نقلبوهم كويس، بعدين نضيفوا عليهم الحليب حوالي 2 كوب من الحليب، بعدين نضيفوا عليهم حوالي 4 أكواب من الدقيق وظرف من البيكنج باودر، نقلبوهم كويس، نحطوهم في طاجين يكون مدهون بزبدة، يكون مدهون بزبدة ودقيق أو بزيت ودقيق، ندهنوهم كويس ونحطوا فيها الكيك بتاعنا وندخله الفرن. طبعا أول ما بدنا نشتغله في الكيك لازم يكون الفرن مولعين درجة حرارة 180 ومن فوق ومن لطة، ندخله الكيكة بتاعتنا 180-170 لمدة حوالي من 30-35 دقيقة للكيك يتحمر وياخذ لون ذهبي، بعدها تبدأ عندنا الكيكة جاهزة. كيف تعرفوا الكيكة تطيب؟ طبعا هذه ممكن ولت بديهية لأكثر من الأشخاص، عبارة عن ناخذ سكين أو عود خشب ندخله فصل الكيكة، لو طلع نضيف معناها كيكتنا ولت طايبة. ممكن لو حابين تضيفوا كاكاو نقصوا من كيال الدقيق حوالي نص كوب وضيفوا نص كوب من الكاكاو. حنقلبوا شوية الكسادية بتاعنا، حتاخذ شوية وقت على النار لأن العصير العنب بارد، احنا مستخدمينها فيبيلها شويه بس يسخن او يوصل درجه الغليان بتاعتنا احنا هنا. تمام، اهم شيء ما نوقفوش تقليب لان بسرعه ما يطوب منا او ينحرق، فدائما هي الخطوه احنا نحاول ان احنا نركز فيها شويه موضوع التقليب بتاعنا. هنقعد نقلبه، حسينا الخليط بدا يرزن معنا معناها خلاص بدا يوصل لدرجة الغليان، نستمر في التقليب. الريحة مش مفهومة طالعة، يعني ريحة العصير العنب مع الحليب مع الكاكاو، يعني في ريحة جميلة قاعدة طالعة من هنا. ممكن هي طبعا الوصفة الأصلية بالعصير العنب، لكن ممكن أكيد تستخدموا عصير مثلا مانجا لو حابين، عصير برتقال ما يمشيش لان البرتقال ما يركبش مع الكاكاو.
هيك يعني ياخذك قوام جميل زي ما شايفين عندنا احنا هنا. ولو حابين هيك دسامة اكثر في الوصفة ممكن بدل الحليب تضيفوا كريمة، كريمة خفق ممكن حاب لو حابين، لكن انا فضلت يكون بالحليب يكون اخف وطعمه جميل. حسنا ولا قوامها حرفيا زي الشوكولاتة او زي القناش او زي البودينج، شايفين كيف قوامها؟ هذا هو القوام المطلوب بهذا الشكل، هذا القوام يلي احنا نبوه يعني كانها قوام الشوكولاتة دايبة. وصلت الغليان، شايفين بدها تغلي، خلاص بنطفوا عليها النار، تقليبة بسيطة. توا بنجوب نقدموها، ان شكل نجيب السفرة هي اللي كانت فيها المكونات. تمام، نحطوا الأكواب فيها. تمام، الوسك ماش محتاجينه. راح نجيب توا ألواح من الشوكولاتة، أي نوع أنتم حابينه. أنا حصلت شوكولاتة بالعنب، أو يعني خلينا نقوله بالعنب والزبيب اللي هو طبعا نفس الزبيب. راح نكسرها ونحطها في قاع الكيسان اللي عندنا هنا. نترك المكعبات، الشوكولاتة متاعنا بالشكل هو، وراح نضيف عليهم توا الخليط الكاسادية بهذا الشكل. بسم الله، ممكن نجيبه من دير. نمسحوهم بالشكل هو. طبعا عندنا الكاسادية بهذا الشكل. طبعا نخلوها لين تبرد تماما، لازم تقعد في الثلاجة تبرد كويس وتبقى قوامها حرفيا زي الشوكولاتة. لكن حيكون طعمها مختلف بسبب العصير العنب يلي ضفناه، راح يعطيكم طعم جميل جدا. وهذه يا حبايبي الكرام كانت حلقتنا اليوم، وصفاتنا اللي حضرناها. أول وصفة حضرناها كانت عندنا التورتيلا أو المكسيكية بالجمبري، وصفة شهية جدا جميلة، تحضيرها أيضا سهل وبسيط. أما الوصفة الثانية كانت عندنا كسادية العنب، طبعا من الوصفات اللي مشهورة جدا في المكسيك وطعمها شهي شهي فوق ما تتصورون. نوع من الحلويات الراقي ممكن تقدموه لضيوفكم، حاجة يعني جديدة راح ينبسطوا منها بإذن الله. كذلك شايفين خبزة التورتيلا كيف قوامها، وصفة يعني شهية وجميلة فوق ما تتصوروا. يعني ننصحكم انكم تجربوا العجينة لانها فعلا عجينة سهلة وبسيطة، شايفين كيف قوام العجينة عندنا احنا هنا كيف متماسكة مع الحشوة. هذه كانت وصفاتنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقة زي ما انا ما استمتعت معاكم. نحب نذكركم بمواعيد البرنامج كل سبت وكل ثلاث، ساعة سادسة ساعة ثالثة مساء عفوا، واللي عادة كل أحد وكل أربعة الساعة 11 الصبح. وأيضا حلقة تنزل عبر صفحة سفرتنا. تشوفوكم على خيرة الله في حلقات جديدة مميزة معكم إيهاب بن رجب. نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله. تحياتي للجميع.
حلويات غرناطة لصناعة الحلويات الشرقية والغربية. تأسست عام 1996 لتكون الأولى لكل روادها. بمعمل مجهز وثلاثة فروع انطلقت المسيرة لإنتاج أصناف فاخرة بجودة عالية، حلويات بمختلف الأنواع والمكونات لتلبي تطلعات عملائها، عصائر طبيعية وإفطار صباحي. نوفر خدمة البطاقة المصرفية بنفس سعر الكاش، كما يوجد لدينا خدمات التوصيل وتلبية طلبيات المناسبات والبوفيه المفتوح. للحجز أو الاستفسار الاتصال عبر الأرقام التالية: فرع تاجورا بجانب تاج مول 091-840-66-91، فرع تاجورا بجانب جزيرة 25 فبراير 021-940-045، فرع حي دمشق بجانب قصور الضيافة 091-940-055، وأيضا فرع بمدينة مسلاتة. كما توجد غرف خاصة بالعائلات. غرناطة، الفرح عليك والحلو علينا. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجورا غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية: 091-810-030 091-810-040. الدوفان، فن صناعة الآثار.